وقد عبر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن فخره واعتزازه باستقبال 192 دولة ليلتقي ممثلوها المشاركون في إكسبو 2020 في دبي على أرض التسامح وفي بلد لا مستحيل، مستثمرين هذا اللقاء العالمي لوضع الحلول للتحديات العالمية على أساس صلب من التعاون الدولي الذي أثبتت المتغيرات المتسارعة حاجة البشرية له. وقال سموه في تصريحات خاصة لصحيفة البيان إن مسيرة 10 سنوات لتنظيم أكبر حدث دولي يمتد لستة أشهر يشارك فيه عدد تاريخي من الدول وقمة الفخر الوطني والثقة العالمية بالإمارات. وقال سموه أثبت أبناء الإمارات قدرة استثنائية مرة تلو الأخرى على التفوق في أكثر من مهمة وفي أكثر من موقع ليثبتوا للعالم أن الإمارات شجرة مثمرة تتسع ظلالها لكل الطامحين بغد أفضل لهذا الكوكب.